الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة، وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة من سلسلة تاريخ الإسلام بعنوان مشروعية الفتوحات الإسلامية. في الحقيقة احنا كنا بدأنا نتكلم عن الفتوحات في الخواطر السابقة في سلسلة تاريخ الإسلام، ولكن نبهني بعض الأصدقاء الحقيقة إن موضوع الفتوحات الإسلامية يعني بيدور حواليه جدل كبير جدا في الفترة الأخيرة من بعض المفكرين أو ما يسمونه بالمفكرين، وبالتالي ناس بتشكك في مشروعية الفتوحات الإسلامية وبتقول إن هي كانت غزوات استعمارية وكانت اعتداء على الآخرين إلى غير ذلك. وفي الحقيقة لما أنا يعني تم تنبيهي لهذا الموضوع، فأنا الحقيقة يعني قررت إن أنا أحاول إن أنا أبحث في هذا الموضوع وإن أنا أعمل خاطرة خاصة عن مشروعية الفتوحات الإسلامية. في الحقيقة أن طبعا أنا بدأت أبحث عن هذا الأمر، فبدأت أن أنا أشوف إيه الروايات التاريخية حول بداية الفتوحات الإسلامية، فلقيت أن هي رواية واحدة فقط مروية من كل المصادر اللي أنا قدرت أن أنا أوصل إليها، سواء كانت المصادر عربية أو غير عربية، كانت مصادر يعني محايدة أو يعني مش محايدة، كل المصادر اتفقت على رواية واحدة فقط، وهي ان المثنى بن حارثه وهو احد الصحابه اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو شارك في تحرير البحرين من المرتدين. في الحقيقه ان هو قام هو وقومه او قام هو ومجموعه الجنود اللي حرروا البحرين بمبادره شخصيه منه ببدايه الاغاره على القبائل العربيه الوثنيه في شمال الجزيره العربيه اللي هم تابعين للفرس. وبدأ يحقق انتصارات في هذا الأمر، بل بدأ إن هو يتوغل داخل العراق حتى إن هو وصل إلى التقاء أو مصب نهري دجلة والفرات، التقاءهم مع بعضهم البعض. فطبعا في الأمر ده وصل إلى سيدنا أبو بكر الصديق، وإحنا عارفين إن أبو بكر الصديق كان ماشي على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده مخابرات في كل مكان في الجزيرة العربية، وطبعا لأن هؤلاء الجنود في النهاية كانوا جنود تابعين للخلافة وهم ساهموا في تحرير البحرين، فبالتالي كان يعرف عنهم معلومات دقيقة جدا، فوصلت له المعلومات إن هم قاموا بهذه المبادرة. فالحقيقة إن أبو بكر الصديق سأل عن شيء واحد فقط، مين المثنى بن حارثة ده وإيه طبيعته بالظبط يعني؟ فالناس الحقيقة كل الناس اللي تعرفه أثنوا عليه وأشادوا به وقالوا إن هو رجل يتسم ب يعني سمات عظيمة جدا، أهمها الكرم وأهمها يعني إن هو رجل قيادي إلى غير ذلك، وبالتالي الناس كلها شكرت في هذا الرجل، فاطمأن أبو بكر الصديق للأمر وصمت. وبالتالي هنا يبان لنا جزء مهم جدا، إن الإشكالية الوحيدة حول الاكشن او يعني زي ما بنقول الفعل اللي فعله المثنى بن حارثة هو نيته ايه، تمام؟ وبالتالي بما ان هو رجل كويس، تمام، يبقى اذا نيته كويسه فصمت ابو بكر الصديق عن الامر. بعد كده جاء المثنى بن حارثة، تمام، ومعه وفد من البحرين، تمام، الى المدينه المنوره، وقاموا بمقابله ابو بكر الصديق، وقام المثنى بعرض ما فعله على ابو بكر الصديق وطلب منه المساعده والامداد في حربه ضد الفرس. في الحقيقه ابو بكر الصديق ايده فيما يفعل ولم يستنكر ما فعله، ووعده بان هو يمده بالمدد اللي هو طلبه. وبالفعل ابو بكر الصديق قام بالارسال الى خالد بن الوليد اللي هو كان يا دوب لسه مخلص حرب مسيلمه الكذاب في اليمامه، وكان لسه في اليمامه ومعه جنوده، تمام، فامر خالد بن الوليد بالتحرك من اليمامه الى العراق لمسانده المثنى بن حارثه. هي دي كل الروايات، او هي دي الروايه الوحيده المرويه عن بدايه الفتوحات الاسلاميه في فارس، واللي هي كانت تعتبر البدايه او الارهاصه للفتوحات الاسلاميه فيما بعد، تمام؟ لم يروى اطلاقا من ان اي حد من الصحابه اعترض على هذا الامر اطلاقا، سواء اعتراض شرعي او اعتراض سياسي او استراتيجي. احنا عارفين قبل كده في حروب الرده في ناس كتير اختلفت مع ابو بكر الصديق في موضوع حروب الرده، وكان معظم الاختلاف في ان الاجراء اللي هيتخذه ابو بكر الصديق اجراء متهور، لانه في النهايه وضع المدينه كان وضع حرج جدا، وكان معظم العرب ارتدوا، وبالتالي كان قراره بمحاربه كل هؤلاء في نفس التوقيت وبدون التفريق ما بينهم، سواء كانوا ارتدوا بالكامل او منعوا الزكاه او الى غير ذلك، هو كلهم عاملهم نفس المعامله، فكان الاعتراض عن هذه على هذه النقطه الاستراتيجيه، تمام؟ ولكن في النهايه طبعا هم استمعوا لابو بكر الصديق لان هو في النهايه الخليفه، هو ارشدهم في النهايه ويعني اكثرهم فقها في الدين، وده هيبان من خلال الكلام اللي هنقوله بعد شويه.
فبالتالي كان حروب الردة فيها بعض الكلام، فيها بعض الخلافات، حتى وإن كانت خلافات استراتيجية أو سياسية، لكن في موضوع الفتوحات الإسلامية لم نجد إطلاقا أي اعتراض من أي شخص تمام على هذه الفتوحات. تمام، يعني احنا قبل كده برضو سمعنا من الشيعة في مصادرهم ان علي بن ابي طالب كان ضد حروب الردة، لان حروب الردة وصفوها بان هي كانت حروب سياسية، وان الحروب دي كانت لتأصيل خلافة ابو بكر الصديق، وكانوا بيحاولوا يدعوا ان العرب لما ارتدوا هم ما كانوش ارتدوا، انما هم كانوا رافضين ابو بكر الصديق خليفة، وبالتالي اظهروا علي بن ابي طالب بان هو كان رافض لحروب الردة وان هو لم يشترك فيها لهذا السبب. بينما ايضا في الفتوحات الاسلاميه لم نرى اي روايه من الشيعه بتقول ان علي بن ابي طالب مثلا اعترض على الفتوحات الاسلاميه، او اتهم ابو بكر الصديق بان هو راجل بيريد بقى ان هو يكبر ملكه وخلافته الى غير ذلك. فبالتالي يعني الموضوع واضح جدا انه كان شيء طبيعي جدا وما فيش عليه اي اشكال فقهي عند المسلمين اطلاقا، لان مفيش حد اعترض عليه اطلاقا. تمام، وبالتالي الفتوحات الاسلاميه كانت امتداد طبيعي للجهاد اللي بدا في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك اي اشكال فقهي ابدا على حول هذا الامر. طب ايه المشكله بقى؟ يعني ايه ليه بيدار او بيثور الجدل في العصور المتاخره حول هذا الامر طالما ان الاوائل لم يعترضوا عليه؟ في الحقيقه الغريب ان هؤلاء الذين يسمون نفسهم بالمفكرين او العلمانيين، تمام، اللي احنا عارفين هم قصدهم ايه، هم قصدهم الهجوم على الدين للاسف، وهم منافقي هذا العصر، بيحاولوا ان هم يلصقوا بالصحابه جميعا والمسلمين جميعا تهمه الطمع في ملك الغير، وان هم كانهم بدلوا دينهم كلهم على بعضهم كده، بدلوا دينهم وانطلقوا بقى ايه يعملوا اللي هم عايزينه، وان الموضوع عجبهم وجه على مزاجهم. يعني ما شيء غريب جدا، بيتهموا جماعه المسلمين جميعا تمام بان هم غلطانين، والناس دي كانوا لسه ما بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عام، يعني انت فاهم، يعني لم يتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا من عام واحد فقط، وحتى العام ده كان عام مليء بالاحداث مثل حروب الرده الى غير ذلك. يعني هم ما كانش عندهم حتى رفاهيه ان هم يفكروا يبدلوا ويغيروا. والغريب ان اصلا ابو بكر الصديق حارب هؤلاء المرتدين، تمام، لانهم ارادوا ان يبدلوا ويغيروا في الدين. تمام، فيبقى ازاي ابو بكر الصديق هيبدل ويغير في الدين وعلى مزاجه كده يبدا ان هو يذهب ويعمل شيء من دماغه؟ وقلنا ان مفيش حد اعترض عليه. تمام، فهم كانهم بيتهموا جماعه المسلمين جميعا بانهم ارتكبوا فعل منكر عظيم جدا. تمام، وطبعا الهدف من ده ان هو يقول للمسلمين اللي في العصر ده لا ما تسمعوش بقى كلام الصحابه والناس دول ومش عارف، الناس دول كانوا وحشين. وفي الحقيقه يا جماعه زي ما احنا قلنا قبل كده ان اللي بيهاجم الصحابه هو في الحقيقه بيهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه المرأة على دين خليل. تمام، فبالتالي انا لما يكون مثلا اي شخص، تمام، هنفترض زي الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه كلهم وحشين جدا زي ما هما بيقولوا كده، تمام، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله زيهم. تمام، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ اصحابا غيرهم، فيبقى ليه ازاي هؤلاء الصحابه بهذا السوء الحقيقي؟ وان الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كانوا اصحابه، لا ده هو كمان كان بيثني عليهم طول الوقت، وان هو بيقول ان هم من المبشرين بالجنه، وان هم وان هم وان هم وانه رضي الله عنهم الى غير ذلك. فيبقى ازاي هؤلاء يثني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عام واحد من وفاته يقوموا بتبديل الدين وبكل اريحيه بالشكل هذا؟ يعني شيء صعب جدا. برغم من ذلك يعني ايه برضه وصلت انا البحث في ان انا بدات ان انا اشوف ايات الجهاد اللي ذكرت في القران الكريم، والحقيقه في زي موقع مجمع هذه الايات، واحنا ان شاء الله هنتلو في نهايه الخطيره دي ايات الجهاد كلها، وهنحط في وصف الفيديو اللينك بتاع هذه الايات عشان تقدروا انكم تقروها وتبحثوا كمان عن تفسيرها اذا اردتم. الحقيقه انا قمت بقراءه كل هذه الايات متمعنا يعني، ففوجئت بمفاجات كتير جدا. اولا في معظم الايات هو بيربط الناس اللي هم مقصودين بالجهاد بان هم الناس اللي بدلوا الدين او رفضوا الدين. تمام، والدين مش بس الايمان، لا ده هو كمان الصلاه، يعني اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، يعني الثلاثه مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا، الايمان بالله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. وبالتالي انا هنا فهمت ليه ابو بكر الصديق حارب مانع الزكاه، لان هم الحقيقه ابطلوا شرط مهم جدا. تمام، شرط مهم جدا مع ان هم يعني اهدروا دمهم واستحلوا ان هم يقاتلون لان هم منعوا الزكاه، وموضوع مرتبط ما بين الايمان بالله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، الثلاثه مربوطين ببعض ارتباط وثيق جدا في هذه الايات. وبالتالي انا استنتجت شخصيا ان ابو بكر الصديق فعلا كان اكثر المسلمين فقها واكثرهم فهما للايات ومدلولاتها، وان هو كان على حق مبين في ان هو قرر ان هو يحارب المرتدين لان هو بس منعوا الزكاه.
تمام. ده طبعا غير ان في بعض المرتدين ارتدوا بالكامل، لكن الكلام هنا على مناهج الزكاه اللي فيها بعض الايه الكلام. في الحقيقه ان ايات الجهاد قال ان الجهاد مقصود ضد المشركين، طبعا ده شيء متفق عليه تمام، انه ايضا ضد المنافقين تمام، وانه ضد الاعراب تمام، واللي هم طبعا يعني ارتدوا او ان هم يعني لم يكونوا على ايمان كامل، وايضا اهل الكتاب تمام اللي هم رفضوا الدين. في الحقيقه كل الفئات اللي هو فعلا الجهاد قصدها في اثناء فتره الرسول صلى الله عليه وسلم او في فتره حروب الرده او في فتره الفتوحات الاسلاميه، هم دول الفئات اللي تكلم عنهم الجهاد. فالحقيقه ان المسلمين يعني ما اخترعوش حاجه جديده بانهم يجاهدوا هؤلاء الناس، الايات واضحه جدا تمام، واضحه وضوح الشمس زي ما بيقولوا. فما بالك بقى لما تقعد تقرا بقى كمان التفاسير وتعرف بكل دقه تمام يعني تفسير الايات، هتوقن تماما ان موضوع الفتوحات ده ما فيش عليه اي اشكال فقهي اطلاقا تمام، وان الموضوع فعلا طبيعي، وان الموضوع فعلا يعني شيء طبيعي جدا ان هما يذهبوا ويحاربوا او يقوموا بالفتوحات الاسلاميه، ما فيش اي اشكال عليها اطلاقا. طبعا ده غير الاحاديث، والاحاديث كتيره جدا، لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان هؤلاء المفكرين دائما بيشككوا في الاحاديث. لكن حتى انت بقى لما بعد ما تتيقن من الايات كده وترجع تسترشد بالاحاديث، هتلاقي ان في احاديث كتيره جدا اتكلمت عن فتح فارس، اتكلمت عن ان المسلمين هياخدوا كنوز كسرى، وان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق بشر المسلمين بذلك، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر اللي هو الصحابي اللي هو كان في الاول اثناء الهجره كان بيطارده تمام، وبعدين بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بان هو هيؤمن وان هو كمان هيقلد قلاده من قلادات كسرى، وفعلا شارك في الفتوحات واخذ هذه القلاده بالفعل فيما بعد. عندك برضو الاحاديث اللي بتتكلم عن فتح القسطنطينيه وعن ان يعني تشيد بفاتحها وتشيد بجيشه تمام، ان في احاديث كتير جدا اتكلمت عن فتح مصر سواء يعني كانت قويه او ضعيفه تمام. في احاديث كمان بتتكلم عن احداث اخر الزمان، بتتكلم فيه عن ان سيدنا عيسى سينزل في دمشق تمام، وطبعا شيء طبيعي ان دمشق دي بنتكلم عنها احنا كمسلمين ليه؟ الا اذا كانت هتكون تابعه للمسلمين، يعني فشيء طبيعي جدا ان دمشق هتنضم للمسلمين، وهو ده اللي حصل في الفتوحات. ايضا عن لقاء المسيح بالدجال وحربهم مع بعض في القدس، ومعنى كده ان القدس ايضا ستكون تابعة للمسلمين. وايضا في نفس هذه الاحاديث ان هي اتكلمت عن فتح روما تمام، وبالتالي ان دي بشرى ان المسلمين في يوم من الايام هيفتحوا روما في اخر الزمان. فمعنى كده ان الفتوحات دي ما فيهاش اي مشكله، يعني ده هو كمان احنا اتكلمنا قبل كده في الحديث اللي اتكلم عن نظام الحكم في الاسلام، وذكر اللي هو الخلافه الرشيده والملك عضوض والحكم الجبري والخلافه مره اخرى الى غير ذلك، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثني في هذا الحديث على نوع معين من الحكم ولم ينتقد نوع اخر تمام، يعني رواه بشكل كده استشرافي للمستقبل لا اكثر. بينما هذه الاحاديث الحقيقه بتشيد بفتح القسطنطينيه مثلا، تشيد بفتح روما مثلا، تتكلم عن الحرب بين سيدنا عيسى والدجال في القدس، وتشيد الناس اللي هتحارب الدجال في القدس تمام الى غير ذلك. فبالتالي بالعكس ده في الفتوحات الاسلاميه كمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشيد بهذه الفتوحات في هذه الاحاديث تمام. فطبعا بعد ما تقرا هذه الايات وتقرا هذه الاحاديث تمام، فانت بيطمئن قلبك ان الموضوع اصلا موضوع طبيعي جدا، وموضوع اصلا ما فيهوش اي خلاف عشان يثبته يعني ايه كده. الحاجه الاكثر من كده كمان ان لما جيت اقرا احكام الجهاد نفسها في الاسلام عند المذاهب الاربعه المشهوره في السنه تمام، كل يعني قريت احكام كتير جدا طبعا، خاصه احكام عامه واحكام خاصه الى غير ذلك، وكلام تفصيل كتير جدا، لكن لم ارى ابدا في اي من هذه المذاهب انه بيستنكر الفتوحات الاسلاميه مثلا، او بيقول ان هي كانت بدعه من الاصل، او ان هي كانت حرام باي شكل من الاشكال. مفيش اي مذهب من المذاهب، حتى المذاهب الشيعيه على فكره تمام، مفيش اي مذهب بيحرم الفتوحات الاسلاميه ولا بيقول انها بدعه ولا بيستنكرها مثلا، ولا بيستنكر الاسلوب اللي المسلمين قاموا بها يعني قاموا بها بالفتوحات الاسلاميه تمام على الاطلاق. وبالتالي المسلمين في الزمن القديم ايام الصحابه، في الزمن الحديث، حتى في ايام المذاهب الاربعه بعد 200 300 سنه من الهجره، كلها متفقه تمام ان الموضوع ده عادي جدا، وان ليه احكام وليه اصول وليه فروع وليه حاجات زي كده. المذاهب بتختلف بينها وبين بعضها في بعض التفاصيل البسيطه زي اي حكم من الاحكام في الصلاه في الزكاه الى غير ذلك، لكن الجهاد داخل ضمنه الفتوحات الاسلاميه بشكل واضح جدا تمام، ما فيهوش اي خلاف على الاطلاق تمام. وبرضه لازم نكون فاهمين ان دول بينتقدوا الفتوحات لانهم برضه بينتقدوا الجهاد تمام، فالموضوع هنا هم دايما بياخدوه بالتدريج
تمام، انا هشكك في الصحابه، وبعدين لو الناس فعلا شككوا يبقى نشكك في الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنشكك مثلا في الفتوحات، بعد كده لو المسلمين تشككوا بعد كده هنكلمهم عن الجهاد نفسه، تمام، وهكذا. الناس دي ماشيه بالتدريج، لانهم للاسف الشديد يعني ضد الاسلام في الاصل، وبيهدموا ثوابت الدين، وبيحاولوا انه يزعزعوا ثقه المسلمين في ثوابت دينهم. في اخر الخطيره ان شاء الله هنستمع مع بعض لايات الجهاد في القران الكريم، وانا مسجلها بصوتي، تمام، ارجو انكم تسمعوها بكل دقه. وستجدون في وصف هذا الفيديو باذن الله اللينك الخاص بايات الجهاد عشان تقروها وتطلعوا عليها، اللينك الخاص باحكام الجهاد في الفقه الاسلامي، تمام، ولينك اخر عن لايف اوديو انا عملته على الفيسبوك حول هذا الموضوع. في نهاية الخطيرة أرجو الله إن شاء الله أن تكون أفادتكم، ونلتقي بإذن الله في خواطر جديدة قريبا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن التي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بسورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بسم الله. وفي سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. وفي سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وفي سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم
لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وصفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا على الله يتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخنا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا بإن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نستكمل في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاق وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم
70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم وأشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم به في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نستكمل مع سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأيضا في سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وفي سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
كذلك في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأخيرا في سورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ولبئس المصير. صدق الله العظيم.